السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غنشوفو فيه الدرس ديال الأهداف الكسرية العمليات الأربع. دي في الأهداف التعليمية يجري العمليات الأربع على الأهداف الكسرية، يستعمل الأقواس بكيفية صحيحة. إذا كيف ما كتعرفوا شفنا الأهداف الكسرية في المستويات اللي قبل، شفنا الضرب وشفنا القسمة وشفنا الجمع وشفنا الطرح وعرفنا الخاصية ديال كل وحدة فيهم، يعني كل عملية في هادو اللي قلت عرفنا الخاصية ديالهم. بالنسبة للجمع والطرح، قبل ما نجمع ولا قبل ما نطرح خصني نكون موحد المقام مزيان. بالنسبة للضرب عادي، كنضرب البسط في البسط والمقام في المقام. بالنسبة للقسمة كنحتفظ بالعدد الكسري الأول والقسمة كنحولها للضرب، لكن بشرط نقلب العدد الكسري الثاني. اتفقنا على هادشي؟ هادشي كنا شفناه العام اللي فات، وخصنا نعرف كيفاش نختزل. اذا نشوفوا شنو نطلب مني هنا. لنبحث جميعا لنلاحظ كيف انجز كل من امين وثريا العمليات المقترحه. اذا العمليات اللي عندنا هي 10 على 9 ناقص 6 على 7 مضروبه في 7 على 8، ثم العمليه الاخرى 9 على 5 زائد 7 على 13 قسمه 2 على 4. قال لك سيدي نستحضر معلوماتنا السابقة حول الأعداد الكسرية، اختزال، توحيد مقامات، جمع، طرح، ضرب، قسمة، ثم نحدد الأخطاء المرتكبة ونصححها، نستعين بورقة. ها هي ورقة الوساخ باش نستعينو بها حتى حنا. شوفوا أمين هو الأول، عندنا عند أمين سيدي 10 على 9 ناقص 6 على 7 مضروبة في 7 على 8. نديرو هاد العملية بحال الا حنا اللي خصنا نديرو ليها الإنجاز. أول حاجة كنصايب هادشي اللي ما بين قوسين. إذا 10 على 9 ناقص 6 على 7، أول حاجة ما عنديش مقام موحد، ما يمكنش نجي ندير كيف ما دار سي أمين، دار 10 ناقص 6 و 9 ناقص 7، عطاتو هنايا 4 على 2. وفي هاد الحالة هاد القضية غلطة. علاش غلطة؟ لأنه لم يوحد المقام. اشنو اخر دار؟ جا سيدي دار 28 على 16 وجا اختزل هنايا، هي هاديك اختزل. الاختزال عنده صحيح، ولكن هادشي عنده الاول خطأ. اذا اشنو اللي محتارش؟ امين لم يوحد المقام في عملية الجمع، في عملية الجمع، واللي هي 10 على 9 ناقص 6 على 7. المهم هادشي غير باش نزيد نبين انا للاستاذ بلي راني فهمت فين كاين الخطا. عندي بالنسبه لثريا 9 على 5 زائد 7 على 13، نجي نكتب العمليه هنا باش حتى انا يعني نستوعب شنو كاين. 7 على 13 بين قوسين قسمه 2 على 4 تساوي. اول حاجه حتى هنا ما عنديش مقام موحد، شوفوا هي واش وحدات ولا ما وحدتش. 9 زائد 7 16، 5 زائد 3 18، هذا هو الخطأ، ما وحدتش المقام مزيان. المهم ما عليناش. قسمه 2 على 4 اشنو دارت؟ 16 على 18 قسمه 2 على 4 عطاتهم 8. ها شوف معايا مزيان القاعده ديال القسمه شنو كتقول لي. القاعده ديال القسمه الاحتفاظ بالعدد الكسري الأول والضرب في مقلوب العدد الكسري الثاني. كيفاش؟ أنا شرح هنا عندنا 9 على 5 زائد 7 على 13، هذه صايبناها نفترضو صحيحة. هنا خصني القسمة نردها في وربع وجوج على 4 غتولي 4 على 2. شوف معايا العدد الكسري الاول كيفاش، في الاول كيفاش كان 2 على 4 ولا هنا 4 على 2. هذا هو العدد الكسري الاول وهذا هو العدد الكسري الثاني. اتفقنا على هذه؟ اذا الخطا اللي ارتكبتها ثريا هي انها لم توحد المقام في عمليه الجمع. لأن هذا هو الخطأ الأول. الخطأ الثاني لم تحترم القاعدة ديال لم تحترم قاعدة
على القسمة في الأعداد الكسرية. شنو هي هذه القاعدة الاحتفاظ؟ إذا نكتبها لكم هنا باش تنتوما تعرفوها. الاحتفاظ بالعدد الكسري الأول والضرب في مقلوب العدد الكسري الثاني. يعني عقلوا مزيان. بالنسبة لهذه ديال الجمع نعطيها لكم حتى هي، إذا 9 على 5 زائد 7 على 13، هذا هو اللي موحدات. شتوما هذه غادي نديرو سيدي 9 على 5 زائد 7 على 13، غضرب خاصها تولي الضرب على، تولي الضرب في 4 على 2، الضرب في 4 على 2، لأن أنا عطيتكم أشنو خاصو يدار. مزيان، لأن ما قالوش ليا غادي تجاوب، قال لي حدد هاد الأخطاء، حنا حددناهم. شوفو التمرين رقم 1 شنو قالوا لنا فيه. أحدد من بين الأعداد الكسرية التالية العددين الكسريين اللذين يمكن جمعهما وطرحهما دون القيام بأية عملية مسبقة، ثم أحسب مجموعهما وفرقهما وأختزل إن أمكن ذلك. مزيان، عندي 7 على 9، 3 على 12، 8 على 11، 5 على 12، إذا اللي يمكن ليا ندير لهم الجمع ولا الفرق، هما هذو اللي عندهم مقام موحد. واخا نجي ندير الجمع هو الأول، 5 على 12 زائد 3 على 12، اش كيقول ليا؟ اولا القاعدة شنو كتقول ليا؟ كتقول ليا نحتفظو ب اللي عندهم نفس المقام، نفس المقام كنحتفظو به، وكنجمعو البسطين، 5 زائد 3 تعطيني 8. اولا نكتبها لكم بهذا الشكل هذا باش يعني تمشي الامور واضحة. 8 على 12 يمكن ليا نختزل هذه، نختزل بربعة، شحال كتعطيني هنايا؟ 8 قسمة 4 هي 2، حين 2 في 4 8، وهنا تعطيني 3، حين 3 في 4 12. مزيان، نجي نشوف الفرق ديالهم، 5 على 12 ناقص 3 على 12 تساوي 5 ناقص 3 على 12 تساوي 2 على 12، وهنا أيضا يمكن ليا نختزل على 2، نختزل بجوج، 2 قسمة 2 1، 12 قسمة 2 6، 1 على 6 اللي كتعطيني. إذا نشوفوا القاعدة، قال لك أسيدي لجمع أو طرح أعداد كسرية نوحد المقامات، نجمع أو نطرح البسوط ونحتفظ بالمقام الموحد، نختزل متى أمكن. إذا هي قاعدة عندنا هنايا، راه باين القضية شنو عندنا كيف ما سبق وقلنا، دائما كنحتفظ بنفس المقام وكندير الطرح ولا كنجمع البسط كيف ما شفنا هنايا. نقرك الحساب جداء عددين كسريين، نضرب بسط العدد الأول في بسط العدد الثاني ومقام العدد الأول في مقام العدد الثاني، ثم نختزل إن أمكن. هنا شنو قال لك؟ هنا فاش كيكون عندي الضرب كندير 5 في 4 و6 في 7، هذا في هذا، هذا في هذا، بلا ما نبقى ندير توحيد المقام، الضرب ساهل. لقسمة عددين كسريين نضرب العدد الأول في مقلوب العدد الثاني ثم نختزل إن أمكن ذلك. حتى القسمة راه سهلة، كنحتفظ بالعدد الكسري الاول اللي هو هذا، ها هو نفسه 3 على 4 3 على 4، هنا قسمه شوف كنحولها للضرب، لكن العدد الكسري الثاني ما كنخليش كيف ما هو، كنقلبه كنطلع 5 الفوق وكنهبط 2 لتحت. اذا نتمنى انكم تكونوا استوعبتوا هذه القضيه. هذه الاشكال فين غيكون عندكم؟ غير في الجمع والطرح، خاصكم تكونوا حافظين جدول الضرب باش تعرفوا كيفاش ديروا باش انكم توحدوا المقام. واللي عنده مشكل في هذا الدرس هذا، راني ديجا حط فيديوهات يعني قدام شويه شرحت فيهم بالتفصيل الاعداد الكسريه، كيفاش نختزل، كيفاش نوحد المقام، كيفاش ندير الجامع، كيفاش ندير الطرح، الى اخره. هادشي كله راني شرحه ذوك الفيديوهات، حاولوا انكم ترجعوا ليهم، وراه ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تستافدوا بزاف. تلقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.